يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله قيام الملك عبد العزيز رحمه الله بإيقاف بدعة المقامات الأربعة بعد أن شاعت زمنا ولم تنكر. يقول وقد تناقلت وكالات الأنباء ما أمر به خادم الحرمين الملك عبد الله أيده الله بالحق في هذا اليوم من إنكار ما شاع بين كثير من الناس من إطلاق لقب ملك القلوب وملك الإنسانية، وأنه لا يرضى بهذا الأمر، وأنه لأن الله سبحانه هو الملك ونحن عبيد له. يقول فهل من تعليق على ذلك وفقكم الله؟ تعليقا ندعو له بالتوفيق وجزاه الله خيرا وأثابه على هذا، أن هذا منكر ظاهر، لأن ملك القلوب هو الله، مقلب القلوب سبحانه، ملك الإنسانية هو الله، ملك الناس إله الناس هو الله جل وعلا. ولهذا أنكر العلماء تسمية العالم بسيد الناس، وهذا لا يجوز، سيد الناس، وإن كان فيه من الأئمة من يسمى بهذا، لكن هذا غير جائز. نعم.